لماذا يعني لا أريد أن أطلق سراح البقرة. إذا هيا نطلق سراح البقرة. أمرتنا أستاذ رعد أن نطلق سراح البقرة إلا بعد أن نجيب على الأسئلة. هيا بنا. ما جمع كلمة المبتكر والقرى والوقت؟ ما جمع كلمة المبتكر؟ وجمع كلمة غرفة؟ الغرف. وجمع كلمة الوقت؟ الأوقات. أحسنتي يا رنا، برافو عليك. السؤال الثاني رودينا السعيد هتجاوب عليه. ما المقصود بإعادة التدوير؟ ما المقصود بإعادة التدوير يا رودينا؟ تحويلها إلى مواد جديدة. برافو عليك، تحويل الأشياء القديمة إلى أشياء إيه؟ جديد. طب تقدري تقولي لي كده إحنا عملنا إيه امبارح؟ عملنا إعادة تدوير وصنعنا إيه يا رودينا؟ أحسنتي، برافو عليكي. نشوف السؤال الثالث رنا. علي صوتك يا رنا. أكملي، يتم جمع النفايات في متاجر مدينة الإيه؟ أحسنتي، برافو عليكي. نسمع لهم الاثنين تحية كبيرة جدا. كده أطلقوا سراح البغبغاء ولا لأ؟ يلا برافو عليكم، هنطلقوا سراح ونحطوها على السبورة. احسنتوا يا بنات.